رجعنا لكم مره تانية وبنجدد كمان التحيه لحضراتكم. معانا دلوقتي موهبه صاعده في مجال الانشاد الديني، قدر يلفت الانظار ويسحر كمان القلوب بصوته العذب، من مواليد محافظه اسيوط، وبدا حفظ وتجويد وقراءه القران الكريم والانشاد الديني والابتهالات من الصف الخامس الابتدائي، مما اهله كمان لاثبات نفسه بقوه على الساحه والفوز كمان بالعديد من المسابقات. خلوني نرحب بقى بضيفي اللي منورني في مدد النهارده، المنشد عبد الرحمن الصعيدي. ازيك عبد الرحمن؟ الله يخليك. منورنا في مدد. الله يعزك استاذ عبد الفتاح، اهلا بحضرتك. اهلا بيك عبد الرحمن. الله يكرمك. قول لي عبد الرحمن، يعني انت لسه سنك صغير على مجال الانشاد، لكن انت ما شاء الله حفظت القران الكريم وجودته كمان من الصف الخامس الابتدائي، يعني كان عندك 10 سنين حاجه زي كده. قول لي بقى، قدرت ازاي تثبت نفسك كده بقوه كبيره في مجال الانشاد الديني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه طبعا فضل من ربنا سبحانه وتعالى، ثانيا يعني تشجيع اهلي ومشايخي الافاضل ما شاء الله، اللي بشكرهم طبعا وهفضل يعني بشكرهم دايما. تاني حاجه لازم الواحد يجتهد ويتعب علشان خاطر يوصل لحاجه معينه هو يعني نفسه يحققها. مين دعمك في الاول يا عبد الرحمن؟ يعني مين دعمك اول ما دخلت المجال؟ والدي ووالدتي واخواتي واقاربي برضو ومشايخي برضو لهم الفضل طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله. مين اكتشف صوتك الحلو الاول؟ اللي اكتشف صوتي شيخي الاول الشيخ احمد محمد علي عثمان، ده هناك في اسيوط، مركز القصية. ما شاء الله ما شاء الله. وده اللي حفظت القران على ايده؟ بحفظ حاليا على ايده وبثبت وبرجع على ايده. ما شاء الله ما شاء الله. وصوتك حلو كمان في القران الكريم. الحمد لله، اللهم لك الحمد. نبدا معاك ابتهال ولا قران؟ نبدا قران. نبدا يعني بالقران. طب يا ريت، اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. احسنت، الله يفتح عليك يا عبد الرحمن. صوتك جميل ما شاء الله. الله يكرمك، الله يعزك. انت اساسا كمان يعني انت نفسك اساسا ما تبقاش منشد، نفسك تبقى قارئ قران، ده الرقم واحد بالنسبه لك. طبعا اولا وبعدين منشد. وبعد كده منشد يعني. طيب قول لي يا عبد الرحمن، انت دخلت مسابقات كتيره، دخلت قول لي مسابقه منهم مثلا انت دخلتها وخدت فيها المركز الاول. مسابقه نجوم الفراتي. ايه بقى المسابقه دي؟ كانت مسابقه للانشاد الديني. للانشاد الديني نفسها. نعم. كان المشرف الاستاذ محمد الحسيني مدرب المقامات الصوتيه. هو اللي كان بيدربك يعني؟ تمام. يا اهلا وسهلا بيه طبعا استاذ محمد. الله يعزك. طيب قول لي كمان، في ناس كتير جدا اطلقت عليك القاب هناك في الصعيد حتى في اسيوط، وقالوا كمان ان انت امتداد صوتك للشيخ نصر الدين طبار. انت اتاثرت جدا بشيخ نصر الدين طبار؟ طبعا طبعا. انا بسمع له كتير جدا ودايما بسمع للمشايخ القدامى. زي مين بقى؟ زي الشيخ نصر الدين طبار، زي محمد عمران، ما شاء الله، زي النقشبندي، ما شاء الله، جماعه زي البهتيني طبعا. طيب قول لي بقى، في ناس كتير ربطت صوتك او ربطتك كمان مع الفنان الكبير مدحت صالح، ايه الموضوع وايه القصه وايه الرساله اللي الاستاذ مدحت صالح؟ ايوه. صديق لجوز خالتي، تمام، فانا كنت دايما بروح مع جوز خالتي هناك على طول. وصديقك يعني؟ طبعا الحمد لله. والاستاذ مدحت يعني انا بقعد معاه على طول طبعا، وهو اللي مكتشفني اصلا يعني كالناس اللي في القاهره هنا. هو اللي مكتشفني، هو اللي اكتشفك الفنان الكبير مدحت صالح بالظبط في الانشاد، يعني في الانشاد الديني وفي القران. وفي القران ما شاء الله. القران.
طيب عايزين نسمع منك التهليات. رد عبق يفوح إذا ذكرت المصطفى والقلب يهدأ والنفوس تطيب طوبى لمن مدح الرسول بقلبه يحظى بأنس والهموم تغيب جبر الخواطر إن وقفت ببابه في الجود ريح والعطاء عجيب. قول لي انت بتسمع مين بقى من المرشدين الحاليين دلوقتي؟ المرشدين الحنين. يعني انت قلت لي الشيخ عمران بتسمعه، ده من القدام بقى، الشيخ نقشبندي والشيخ طوار، مين بقى من المرشدين؟ بسمع لمحمد طارق. جميله، كان معاك هنا قبل كده. بسمع للمنشد احمد حسن الاقصري اللي ناشئ جديد، ده حاجه جميله طبعا. طب وانضميت لفرق ولا انت عامل فرقه لوحدك؟ لا انا عامل فرقه لوحدي في اسيوط. في اسيوط؟ ها تخرجوش بقى بره محافظه اسيوط ولا طلعت محافظه كبيره؟ لا حاليا لسه جوه المحافظه، نخرج حفلات تكريم حفظة كتاب الله. عملت حفلات بيها كتير؟ ايوه طبعا. وفيها برضو آلات موسيقية ولا كلها بطانة بقى يعني زي زمان بقى المشايخ بتوع زمان؟ آلات موسيقية ودف وموسيقى وكده. وبتقول ايه فيها هناك؟ يعني بتقول كل الانشاد، بتقول مديح صوفي بمدح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بتقول فيها المديح؟ ما هو انت عارف اهل الصعيد بيمتازوا بالمديح النبوي اللي هو باللغة العربية الفصحى كمان يعني. بتقول الحاجات دي هناك ولا بتقول الحاجات اللي هي بالعامية؟ لا بقولها هناك عادي، الناس هناك يعني بيمتلكوا الاستماع الجيد. الحمد لله يعني. ربنا يكرمك. انت في سنه كام دلوقتي؟ انا رايح ثالثه ثانوي الازهر. ما شاء الله. لسه مخلص امتحانات تانية. يا ما شاء الله، يا ما شاء الله. الله يعزك. طيب وانت في يعني انت في المدرسه برضو بتنشد برضو في المدرسه في فريق هناك؟ الحمد لله، وبدخل مسابقات دينيه كتير الحمد كتير لله. كتير يعني. المعهد. ونفسك في ايه بقى؟ نفسك تطلع ايه؟ نفسي اكون مقرئ ومنشد. مقرئ بقرا كلام ربنا ومنشد بمدح في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي احلى من كده؟ الله يكرمك. طب عايزين نسمع منك مشتاق لك يا نبينا. مشتاق لك يا نبينا؟ اتفضل. مشتاق لك يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدمع من غير كلام. مشتاق لك يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بدمع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، لو حتى في المنام. وانشدوا للزيارة وقالوا على الحبيب، صار للدوم حرارة ودوبني اللهيب. وانشدوا للزيارة وقالوا على الحبيب، صار للدوم حرارة ودوبني اللهيب. عدت ابكي انا بمرارة، عدت ابكي انا بمرارة، عدت ابكي انا بمرارة، وانوح زي الحمام. مشتاق لك يا نبينا وبرسل لك سلام، مبعوث على المدينة بذمع من غير كلام.
مشتاق لك يا نبينا وبرسل لك سلام. مبعوث على المدينة بدمع من غير كلام. ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا، ارضينا وجود علينا لو حتى في المنام. الله عليك، احسنت احسنت يا عبد الرحمن، دايما كده موفق يعني. اللهم امين واياك يا رب. امين يا رب. طيب هنخرج فاصل بسيط مشاهدينا الكرام ونرجع تاني نكمل مع منشدنا النهارده اللي منورنا عبد الرحمن الصعيد. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع المنشد عبد الرحمن الصعيدي. قول لي طب يا عبد الرحمن، انت بتميل اكتر للانشاد الديني ولا للابتهال؟ يعني تحب تبتهل ولا تحب الانشاد الديني اللي هو فيه اغاني وفيه مزيكا وكده؟ ممكن يكون الانشاد عندي افضل علشان خاطر بعرف اطلع فيه ادائي كويس. يعني تقدر بتحب النغم اكتر يعني؟ بالظبط. طب ما هو الابتهال برضو فيه ارتجال وفيه برضو نغم برضو يعني، ده بيبقى ولا انت بتحب اللي انت تبقى معاك فرقه وتبقى معاك الانشاد الجماعي؟ الانشاد الجماعي يعني وكده بيكون حاجه كده ممتعه ومشبعه للمستمع. تمام. طب انت بتميل اكتر طب للانشاد باللغه العربيه الفصحى ولا بالعاميه ولا بتحب الاثنين؟ اني الاسهل اللي بتحب توصله للجمهور؟ لا، الاسهل اللي يوصل او تحس ان الجمهور هو اللي عايزه منك الانشاد ده مثلا، اللي الجمهور عاوزه باللغه العاميه. تمام. والافضل والاسهل لي انا كمان باللغه العاميه علشان خاطر يعرف يوصل لقلب المستمع قبل ما يوصل لاذانه. دي الفكره. طب انت بتميل برضو اكتر برضو للانشاد برضو لوحدك يعني، ولا انت قلت لي انت عندك فرقه في اسيوط؟ تمام. دي هل الفرقه دي فيها منشدين ولا كلهم عازفين؟ لا، فيها منشدين. فيها منشدين؟ فيها منشدين طبعا. وفيها عازفين برضو، وفيها ناس بدف. تمام. يعني المنشدين اللي معاك بيطلعوا ينشدوا معاك برضو؟ يعني بيطلع سولو ينشد لوحده، بتقول له انت مثلا تنشد الاغنيه دي لوحدك؟ على بعضينا. فقرات معينه. رحت ساحات هناك انشاديه كتير هناك في الصعيد؟ كنت في الاقصر في ساحه الامام احمد الطيب. يا ما شاء الله، الله يكرمك. ما شاء الله، حاجات جميله جدا والله. والله اتعلمت هناك حاجات كتير. اتعلمت طبعا. اتعلمت ايه؟ اتعلمت انك لازم يعني تحس اللي انت بتقوله قبل اي حاجه. تحس اللي انت بتقوله علشان خاطر يعني ما خرج من القلب وصل الى القلب. تحب بقى تسمعنا ايه؟ نسمع مثلا يا رايح للنبي، يا رايح المدينه، يا رايح للمدينه سلم لي على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب يا ريت، يلا بينا. سلم لي على النبي وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي. الله، يا رايح المدينة سلم لي على النبي. الله، وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي. الله، يا حبيبي يا نبي، يا طبيبي يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا طبيبي يا نبي، يا أجمل هدية من ربي يا نبي، ولاحت لعينك قباب المصطفى. الله، وشفت المآذن وأدركت الصفا. الله، ولاحت لعيونك قباب المصطفى. الله، وشفت المآذن وأدركت الصفا. الله، امدح سيدنا النبي وصل على النبي، امدح سيدنا النبي وصل على النبي، وقول له جمالك ده وحشنا يا نبي، يا رايح المدينة.
المدينة، سلم لي على النبي الله وقول له مداحك مشتاق لك يا نبي الله، يا حبيبي يا نبي يا طبيبي يا نبي، يا أجمل هدية من ربي يا نبي. عليه الصلاة والسلام. أحسنت أحسنت. قول لي بقى يا عبد الرحمن، تسمع بقى لكل المدارس يعني، أنت تسمع للموشحات الأندلسية، بتسمع الحاجات الشامية؟ أيوة بسمع برضو. انت ايه رايك انت في المدارس اللي هي مش هنقول مدارس، الفرق كمان اللي بتيجي هنا مصر واشتهرت زي المدارس السوريه، الفرق السوريه زي فرقه الحضره وفرقه المرعشلي؟ فرقه الحضره مصريه. مثلا المرعشلي، فرقه ابو شعر، ايه رايك فيهم طبعا بيكون، وايه رايك انت كمان في انشادهم كمان؟ جميل طبعا، وبيكون لهم دور كبير جدا في اولا التعليم، تعليم الاداء للمبتدئين. نعم. وبيكون ليهم دور طبعا في ان هم يعني بيمدحوا سيدنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. قول لي بقى، بتغني كمان فن صوفي هناك ومديح صوفي؟ ايوه كتير. ها كتير. طيب بيطلب منك هناك الناس هناك يعني محبه لهذا الطريق طبعا، ومقتدين به يعني اغلب الناس عندنا في الصعيد، في الصعيد مقتدين بطريق الصوفيه وآل البيت طبعا، ومحبين جدا جدا. ها جدا. جدا بمعنى الكلمة. يعني ما فكرتش تنضم مثلا لمدرسة إنشاد؟ في مدرسة إنشاد طبعا بتاع الشيخ محمود التهامي. أنا نفسي طبعا أقعد في القاهرة هنا إن شاء الله. تمام، هيكون يعني نور. الله يكرمك، الله يعزك يا رب. هيكون الموضوع أسهل، بما إن مثلا يعني زي في هنا معاهد وفي مدارس كتيرة طبعا بتعلم الإنشاد الديني وبتدي خبرة وأداء أكتر. علم النغم مين علمه لك؟ استاذ محمد الحسين برضه. حياتي استاذ محمد الحسين هو اللي علمك علم النغم وعلم المقامات مدرسي والافلات يعني الحراقه والحاجات دي كلها. افتخر بكده، افتخر بكده. الاستاذ محمد يعني من الناس المحترمه، الناس الخلوقه. طب الليله حلوه؟ الليله حلوه. طب يلا بينا. يلا بينا. عليك الله عليك يا عبد الرحمن. احسنت. قول لي يا عبد الرحمن، انت بقى ليك بقى في السوشيال ميديا بقى، يعني بتطلع مثلا حفلاتك انشادك كله على السوشيال ميديا؟ ايوه طبعا، ساعدتني في انتشاري بما اني لسه بادئ حاليا. يعني انا بحاول برضو اعمل اللي عليا تمام، وبنزل فيديوهات وبصور فيديوهات في الحفلات بتاعتي، ولما بروح برضو يعني المعهد كمان بيطلبوا مني هناك تصوير فيديوهات طبعا، اساتذتي ومدير المعهد كمان واصدقائي في المعهد دايما يعني بيحبوا اللي هم يعملوا لي فيديوهات. الصعيد مليانه مواهب. طبعا فيها منشدين كتير.
فيها منشدين كتير، واغلب اللي طالعين حاليا اصلا. قول لي مين المنشدين هناك المشهورين جدا في محافظه اسيوط، محافظه قنا، محافظه سوهاج، منشدين اللي هم المداحين اللي هناك، مداحين النبي عليه الصلاه والسلام. بص اذا كان على سوهاج المنشد والمبتهل والمقرئ في الاذاعه والتلفزيون الشيخ عبد الرحمن السوهاجي، من الاقصر المنشد احمد حسن الاقصري. انت قلت لي عليه. انت من الاقصر؟ من اسيوط. طيب عبد الرحمن الصعيدي. عبد الرحمن الصعيدي. الله يكرمك، الله يعزك. مفيش حد تاني يعني غير عبد الرحمن الصعيدي؟ في كتير طبعا، في كتير طبعا. طيب قول لي برضو، هل انت تتمنى ان انت تخش مسابقات مثلا زي منشد الشرقه، زي مسابقه ابداع، مسابقه بورسعيد الدوليه للانشاد؟ اتمنى اخش مسابقات دوليه يعني. ناوي؟ طيب بتحضر لها ولا ناوي. اما كلنا بنتمنى، لكن انت ناوي محضر لها مثلا؟ ايوه باذن الله محضر لها طبعا، لسه مخلص امتحانات واديني مدرسه الامانات الصوتيه، ويعني باذن الله تقريبا درستها الحمد لله، اللهم لك الحمد. باذن الله. وقريبا وبرضه ناوي برضه تقدم برضه في اذاعه القران الكريم، تعتمد هناك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حلمك برضه؟ ناويها ناويها طبعا. ده مفيش مناقشه. حلم ده حلمك طبعا يعني. طبعا. طيب يعني لو حبينا نختم معاك بقى الحلقه النهارده، نسمع ايه؟ نسمع صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. إن الصلاة على النبي وآله فرض، ومن ينكره نال جحيما. من لم يصلي لم يفز بشفاعته، ويزود عن حوض النبي أثيما. صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان مقيما. نور أطل على الزمان رحيما، وبكفه فاض السلام عميما. لم تعرف الدنيا عظيما مثله، صلوا عليه وسلموا تسليما. الله عليك، احسنت احسنت يا عبد الرحمن، ونورتنا. وان شاء الله باذن الله مستقبلك يبقى كبير جدا في مجال الانشاد ان شاء الله، وتبقى من اهم كمان المنشدين كمان في مصر باذن الله قريبا كمان، والوطن العربي. نورتنا يا عبد الرحمن. نورك يا استاذ عبد الفتاح. مشاهدينا الكرام، بكده خلصت حلقتنا النهارده من برنامجكم مدى. تحياتي ليكم، واشوف دايما حضراتكم على الف خير.